حبايب، قبل ما نبلش بالحلقة بدي أخبركم إنه الفكرة مستوحاة من الخيال، فانتازيا غير موجودة بالحقيقة، فرجاء لا تقلدوا أي شيء بتشوفوا. مشاهدة ممتعة. وهي أحلى كاسة كولا لأحلى أم عبادة. تفضل. أيوة يا أم عبادة، إجت بوقتها. ريقي نشفان كان. على شو عم تفرج أبو عبادة؟ شو هاي؟ ما بعرف، كنت عم بقلب بالتلفزيون ولا طلع قدامي فيلم قال رعب ليلة الهالوين وما هالوين، ما بعرف، ما فهمت أنا. أن 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 ايه رعبتني، خرب بيتك شو بقى؟ أنت اللي رعبتني حجي، في حدا بدخل حدا هيك؟ بس بدي أفهم، أنت لحد ساعة برندا برا؟ الحق علي، قلت أعمل لكم جو، وين ولا دخل مهابين مثل؟ ليكم هون بتلاقيهم، تعوا سلموا على جدكم تعوا. وينهم؟ وينك جدي؟ انت هون؟ وينك؟ ما عم يشوفك. وينه؟ يا اشتغلت انواع والله جدي. الله حيو جدي الزعيم، الله حيو. قبه ب 500 ورقه لازمني مصاري. علمتهم كارل شحيده؟ يخرب بيتك من حالك، انا عملت شو لها؟ انا عملت شي. انا بدي من يعطيني 500 ليره. شو هذا تفرجوا عليه؟ ما بعرف، كنت عم بقلب بالتلفزيون طلع قدامي هذا الفيلم. عم بيحكوا على ليله هالوين وما هالوين، ما بعرف، رعب ما فهمت عليهم. شو؟ عيد؟ كل سنة وانتو سالمين جميعا، والله ما كانت لي خبر. ربي العودة ان شاء الله. لا اشو كل سنة وانتو سالمين جدي؟ بعدين انت عيد الهالوين بتعرف ايش هو اصلا؟ طبعا بعرفه، مو عاشوراء. لك انا عاشوراء جدي. بعدين ايش دخل هالوين بعاشوراء؟ بالانجليزي عيد الهالوين يعني عيد الهلع. عيد الهلع؟ ايه بس سكوت. عيد الهلع. طولوا بالكم، انا راح اشرح لكم شو هو عيد الهالوين وشو بصير فيه قصص. رجع لكم دقيقة. ليك وين راحين؟ انا بعرف، مجنون هاي. بسم الله الرحمن الرحيم، مين طفى الكهرباء؟ ركزوا معي بابا. ولك ليش يا طفيت الضوء؟ انا رجال كبير ما بتحمل. ولك ليش طفيت الضوء؟ الله جدك بيعملها تحته. عيد الهالوين. عيد الهالوين هو عيد الرعب بالعالم كله. بهذا اليوم بالضبط كل الارواح الشريره بتسكن الارض وبتسكن العالم كله، وبتطلع بتتجول هي ومصاصين الدماء، بيطلعوا بيمشوا بالشوارع لوحدهم، والعالم بترتعب وبتخاف وبيهربوا على بيوتهم، والأشباح بتهجم على البيوت، وبصيروا يبعتوا أشخاص من عندهم يدقوا باب البيوت وبيطلبوا منهم سكاكر الهالوين. هن أشكالهم مرعبة، بس ما رح يأذوكم إذا عطتوها سكاكر، إلا إذا رفضتوا تعطوهم، ساعتها رح يتحولوا لأشخاص تانية فورا. أما القائد تبعهم بس وقف، حاش تحكي بلا اشباح بلا بطيخ، كله كذب بكذب. بعدين شو هاي مصاصين دماء؟ انا طول عمري بشوف مصاصين السكر، بس مصاصين دماء اي جديده؟ طيب طولوا بالكم، احكي لكم القائد تبعهم مين بكون. اوعك اوعك ولا كلمه، ما بدي اسمع ولا كلمه، لسه اشباح وبطيخ. يلا كل على غرفه، الكل يطلع ينام بسرعه، ما بدي اسمع شي منوبه. يلا تم ناقصنا اشباح نحن بس. هذا اللي ضل ناقص. هالوين وبطيخ ناقصنا هبل نحن. الرعو بطيخ. إيه والله ضيفينا مكفينا نحن. أنا مرعوبة، أنا مرعوبة من لما بلش ابنك يحكي قصة بدول الرعب وما رعب وهلوين وهالبطيخ. خلصنا مع بدأ؟ خلصنا نحن كبرنا هالقصص، لسه رعو بطيخ. حطي راسك على مخدة ونامي والصباح رباح، لا تفكري بالموضوع منوب انتي. منوب؟ طلعش تنام؟ أنام بعد كل هذا اللي صار. أنام. وبصيروا يبعثوا أشخاص من عندهم يدقوا باب البيوت وبيطلبوا منهم سكاكر الهالوين. هن أشكالهم مرعبة، بس ما رح يأذوهم إذا عطتهم سكاكر، إلا إذا رفضوا تعطيهم. شي مين عم دق الجرس بالواف؟ مين جاي لعنا؟ شو الساعة؟ وين موبايلي؟ شو الساعة؟ الساعة 4 الصبح، مين هذا عم دق علينا هالله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 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 من هالجيب الوقت هيك؟
ما في حدا. مين عم يلعب اللعبة معي الساعة 4 الفجر؟ لا إله إلا الله. جلت اجرت دقي ما هلا طلعت انا ما في حدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضايق والله احد. وينك العبالة؟ الحقيني عبالة الحقيني. والله احد ايش في صاير؟ اشبح 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 الصال معك احكي. وركتني فقت على صوت دق الجرس. نزلت لتحت رحت فتحت باب ما في حدا. رجعت سكرت ورجعت طاف. انا طالع على الدرج رجع دق الباب ما طلعت شفت ما في حدا. ورجعت نزلت ورجعت فتحت ولقيت بوتشي واحد برعي عم بقول لي هات سكاكر هالوين اكيد اشبح ما عاد انزل تحت النوم انا. على اساس انت كنت عم تهديني وحطي راسك ونامي وشكلك مرعوبه اشوفك انت اللي تعبت. هذا اكيد بعد الحكي الحكا اثر عليك. اي ما اسبل لك كاست ما تهدي فيها اعصابك. قال اشبح اول طعامة مسكين تأثر بالكلام. شو هاد؟ قولك ترك الباب مفتوح وطالع لفوق. لا إذا هذا الله ترك الباب نص الليل مفتوح وطالع لفوق. مين ما دخل حدا يخرب بيتك يا أبو عبيدة. منيح حسيت ونزلت وسكرت الباب. لو ما يسكر الباب معقول حدا يدخل على البيت؟ يخرب بيتك يا أبو عبيدة. الله الرحمن الرحيم. لك الباب مو سكرته بايدي؟ والله بايدي سكرته. مين اللي فتحه؟ قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. مين ده حضر؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. تعطينا سكاكر هالوين ولا لا؟ انت هزوله لعمل عزيكم اذا ما عطتك يعني ليش رح تعمل؟ تدري لوراك يا ترى رح تقدري تتحملي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحيم. وانا شو بدي اعرفني مجهودي؟ طوي بالك هو مشعل الضوء. طوي بالك. وين صارت الطقه؟ شو هاد؟ اعطوني سكاكر الهالوين. وطوي بالك بدي كثير لحالي. اشبح 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 اشبح. امي امي بابا لك في حدا هون عبادة؟ تعال شوفوا امي صار معه. تعالوا ولك شو في؟ ايش بان؟ ولك شو في؟ ايش بانكم؟ ولك ايش في؟ ايش بكم؟ اوه ايش بانكم؟ ما بعرف بابا نزلت لقيتها هيك بس تركولي انا ما بعرف شو فيها. وينها هي؟ رقم عبادة في يخرب بيتي. اشبح 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 اشبح. اهدي 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 واشرحي لنا ايش صار معك بالضبط. ايش صار معي؟ اطلعي اطلعي اشباح اطلعي اشباح. واحد لو والله كانوا اثنين لو والله ما بعرف نسيت يا ربي كانوا ثلاثه يمكن. صح اشباح اشباح صح. ونحن كمان نحن كمان بغرفه فوق طلعنا صح مجهودي. شفتين شفتين لما انت قلت تحيوات حتى صار شفتوه صدقتوه. الله واضحك هذا ابو بدر. خلينا نهرب يلا يلا ابو بدر. شو هاد؟ ابو عبدة انا ما شايف شيء. شايف شيء انت؟ شو بدي اشوف هالعتمة هاي؟ رجعت رجعت. بابا وين راح جدي؟ انا بعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. نهرب من البيت. ها
روبوا من البيت بسرعة. الباب مقفول بابا ما عم يفتح. مقفول شو؟ مقفول. شو بدنا نتطلب؟ حاولوا كل يركوا على الصالون. حاولوا كل يركوا على الصالون بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش عم تصير اليوم؟ ايش عم تصير؟ ايه بعدين بابا؟ ايش بدنا نعمل؟ طول بالك، عم بفكر بخطة حتى نهرب من البيت، أنا بعرف شلون. هلا وقت تفكير أبو بدر، خلينا نكسر باب البيت ونهرب بسرعة يلا. قل هو الله أحد. قولوا والله واحد. عبدة ولا عبدة. ارجول عبدة. ارجول ارجول. ويت ويت الحاولة مع عبدة. بدك تتركون ياخدوا. وين ياخدوا؟ ما ياخدوا. قال ياخدوا. قال رايح اجيبه غصب عنه. قال ياخدوا. شبيحة. قل والله واحد. مين انتو؟ مين انتو؟ ابو بدر ولا امي نهرب؟ امي مين انتو؟ وايش بدكم مننا؟ بدكم تعرفوا مين نحن؟ جاهز؟ جاهز. واحد اثنين ثلاثة. شلون بالله؟ لك لك هذا انت حجي؟ والله من ضحك عليكم يا مصاريح. هذا انت يا حشرة منك اليوم. لك شو بكون؟ الحق علينا عم نحتفل معكم بالهالوين يعني؟ عم تحتفل قلت لي. هلا بس عم رح افرجيك الاحتفال الصرامي على خلط على السنة طول. بسيطة حجي، انت عم تعمل فيني هداء. هاي بسيطة. بسيطة انا بفرجيك بسيطة. قل هو الله احد. رغم اني جيت افضاهم، رغم قلتوا المقلب خلص. صدقوني ما بنعرف، والله ما بنعرف. عبدا، موات المزح هلاها، موات المزح النوم. لا تنهور الموضوع انا بجد. مين هاد؟ مين هاد؟ We'll be right back.